أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا آسفين كثير على الفصل اللي صار معنا بالرابط السابق. أنا أظن اليوتيوب شغال حالا، وشكرا للآلهة وخصوصا إلهنا جلدة الحنفية حبيبنا ومذل أعدائنا مهما دعوا علينا. نحن هنا على كل. أشكركم جميع الأصدقاء المتواجدين، يعني نسرين، بلال، طبعا مستر بلاك، كل الأصدقاء اللي كانوا متواجدين. بصراحة أنا شوي كاهنة كل الأصدقاء اللي راح يناموا واللي راح يصلوا. على كل، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء، وآسفين يعني لهالعطل الفني اللي صار معنا. وبصراحة العطل الفني صار على جهتين، يعني من صديقنا أمين من تونس ما كان عم بيقدر يدخل، وصار عندي مشكلة باليوتيوب، فصارت المشكلة مزدوجة مثل ما بقولوا، مثل العميل المزدوج. فأنا أتمنى من أصدقائي، أنا في انتظار، طبعا بعثت له رابط جديد لأخونا أمين، في انتظار يدخل أخونا أمين، وأتمنى من أصدقائي وزعوا رابط الحلقة، لأنه وزعنا رابط الحلقة هذا كله راح هباء منثورا. فأعذروني أصدقائي، شديد شديد العذر، يعني ألتمس منكم أنه تجدوا لي الأعذار. على كل حال، الأخ يعني بدنا طيب، في الأخت رزقانة اتصلت. رزقانة ما بعرف، راح أبعث لكم للأصدقاء البث المباشر أو الرابط حتى كل الأصدقاء يدخلوا معنا. آسفين كتير يا جماعة على اللي صار، وأنا في انتظار في انتظار أخوي أمين حتى يظهر علينا، وأتمنى يكون ما يكون تصير معه نفس المشكلة اللي صارت. على كل، أصدقائي يعني أتمنى منكم المشاركة حتى يجي أخونا نشوف دردشاتكم على الشات، ونشوف إذا يوجد متمكنين. الرجاء مساعدة الأخ جان في اللابتوب جديد هذا فقط رجاء. شو هذا اخوي ادي؟ انا ما فهمت، يعني هو المشكله ما بس مساله اللابتوب، هو المشكله باليوتيوب نفسه يعني. فما بعرف شو القصه، مرات هيك بتحبك، مرات ما يعني بتعطيك، ما بكون جاهز، ما بخلي الفيديو جاهز للاتصال، فبيعطيك على اللحظة الأخيرة، بده يجهز 99% لحتى يجهز وما بيجهز. فالمشكلة من اليوتيوب ذات نفسه، يعني ما بعرف شو القصة، ما لها علاقة لا بلابتوب ولا بأي شيء آخر. على كل حال أخوي أدي، أنا أشكرك على حرصك، وأشكر كل الأصدقاء على تواجدهم في انتظار أخونا أمين. عم بيقول لي لم يشتغل، كمان لم يشتغل. بصراحة على كل، إذا أخونا أمين طيب خلي يتابعنا، تابعني على الهواء. على كل، طيب يعني أنا أتمنى من أخوي أمين، بصراحة ما بعرف شو القصة، يعني أنا ما بقدر أحل المشكلة اللي عندك أخوي أمين. يعني أنا يا ريت لو ما أنا نحن جربنا الهانج أوت قبل، بس ما بعرف كيف اشتغل وقت بتاع التجربة، وهلا ما اشتغل. يعني على كل، أنا كان في عندي موضوع بصراحة بدي أحكيه، على راح أسوي لكم شير. على كل، أنا بدي أسوي شير
وصلتني رسالة من الأخت أمل، فيها صور، صورة إلي ولأخوي رياض شجاع البغدادي. بس بدي أشوف الصورة، أفتحها ونفرجيكم ونشوف ردود. يعني بصراحة أنا انصدمت يعني على على الردود الملحدين. يعني يا حيف، ما بعرف كيف، انصدمت بصراحة بكل معنى الكلمة، انصدمت. طيب، هاي الصورة، تمام، هاي الصورة. طبعا من زمان أصدقاء ساووا لنا صور، أصحاب الدقون. هاي أنا طبعا، وحيطين لي ذقن، وهي أخوي رياض وحيطين له ذقن. وأنا عرضت الصور قبل، وبصراحة في يعني ملحدين شتموني على أساس إنه أنا شيخ. قلت له تأكد أول شيء قبل ما تشتم وشوف مين هدول يعني. فرجع كمل شتيمته وقال بما إنه راكبين ذقون ما بيهمني، كمل شتيمته يعني. فهلا شايفين أبو معاذ مساويني، ما بعرف على تويتر هي حطينا. أبو معاذ عم بيقول المفترض إجبار مدارس البنين والبنات على تعلم لغة الإشارة لتتجنب المرأة سماع صوتها العورة عند اضطرارها للحديث مع الغريب. طبعا ردد عليه الأستاذ سامي عواد، هو حاطينه الأخوي رياض، رياض الخزرجي شجاع البغدادي، عم بيقول بصراحة فكرة حسنة، يا ريت تطرح في مجلس الشورى. على كل يعني بصراحة ما بعرف يعني. حطيتها على الفيسبوك وجتني ردود بصراحة يعني شيء مخجل. لا بس بدي أفرجيكم. طيب خليني أسوي شير كمان للفيسبوك، مع إنه أصدقاء يعني أصدقائنا اللي في الفيسبوك ما عرفوا. ما بعرف يعني كيف ممكن. إذا شايفين، طبعا شايفين صفحتي هي على الفيسبوك، هاي هي الصورة أنا حطيتها من 4 ساعات. فالشخص هون عم بيضحك، بعدين بيقول لي سلامة سلامة، عم بيقول بدل ما يفكروا باختراع يغري العالم أنهم يخترعون، يفكرون أن الصوت يغري وشاغلين حالهم. يعني هو ما فكر انه هالشخصين هدول مين هن يعني اصلا. سلامه. بعدين هذا ميرسي عم بيقول بدهم نعال عايشين بين الناس. يعني ما بعرف على هالاساس. في 4 مشاركين الفيديو والصوره مشاركينها، شايفين هون اخوي سعيد، يعني اخوي سعيد اولاد القحبه، مع انه انا قبل قلت له هالشيوخ هدول هو انا واحد منهم، ولكن هالمره هي مساوي شير. اولاد القحبه شيوخ الدجل الاسلامي يريدون تعليم المراه لغه الاشاره كي لا تستخدم صوتها كونه عوره. يعني اللي الاصدقاء اللي ساووا شير لهال يعني اللي يفكروا شوي انه هدول نحن وليسوا شيوخ، عالم حيطينا عنا نحن، ناس حيطينا على لساننا نحن، يعني صورنا واضحة بس مربين الدقن. فأخوي سعيد، هذا سعيد مهدي، قبل أنا حتى قلت له هدول نحن، فقال ولو بما أنه قلن ذقون، كمل شتيمته إلي يعني وما همه. وهلا أظن يعني يعرف سعيد أفندي، يعرف أنه هذا نحن حيطة أولاد القحبة شيوخ الدجل. يعني على كل اتمنى من يعني نحن طلعنا من مثل ما بقولوا من فكر المتدينين الى فكر الحادي. بس طريقة الحياة انا شايفها نفسها ما تغيرت شيء يعني، للاسف الشديد انا شايف ما تغير شيء. على كل حال لنشوف جماعتنا بالشات شو آرائهم.
على كل حال، رسالة أمين عم بيقول لي طيب، عم بيقول لي على الهانج اوت. انا اتصلت عليك بالهانج اوت يا اخي، وهي هانج اوت كمان، انا ما عم بعطيتك شيء تاني، هي هانج اوت. ما بعرف يعني، لازم جربنا الهانج اوت قبل هالمره يا اخوي امين، ما بعرف صراحه شو القصه. انا راح اعطيك الرابط مره اخرى، وحاول حاول حاول ترجع تتصل. انا راح اعطيك الرابط مره اخرى، هي الرابط، الرابط، وحاول مره اخرى. طيب اذا نقش اعطيني اتمنى يعني، يا اما تعطيني ايميلك تبع الهانج اوت، او تتصل على هالرابط هذا، شوف اذا ممكن ابعث لك ايميل يزبط. واعتذر كثير اصدقائي، يعني ما بعرف في اليوم يظهر املنا ضعيف بتقديم الحلقه، ولكن ولا يهمكم، يعني رح نعمل حلقه ممتازه من ما يطلع، ولا يهمكم. على كل بدي أشير لأصدقائي، طيب، إنه يوم كل يوم جمعة على قناة شبكة تنوير شرق الأوسط شمال أفريقيا، راح يكون عندنا برنامج أفكار حرة مع أخونا رجل الكهف. فنتمنى تزبط الأمور، وكل يوم جمعة، فرح نحاول. طيب شوف إيميلك، أنا بعت دعوة للأخ أمين، وأتمنى يشوف الإيميل، وأتمنى يكون معنا قريبا يعني، فما تأخذونا. على كل أصدقائي، بشان شبكة تنوير الشرق الأوسط شمال أفريقيا، طبعا أتمنى تشتركوا فيها. ويوم الجمعة راح، كل يوم جمعة راح يكون معنا حلقة مع أخوي ديفيد، ونتمنى كمان البرنامج يتطور ونعمله برنامج مثل برنامج الجهر بالإلحاد، يعني برنامج شبه يومي إذا ما كان يعني. طبعا اللي حابب يطرح أي أفكار، ممكن في كتير شباب إنه على باب قناة الجهر تسبب لهم إحراج، فممكن على قناة شبكة تنوير الشرق الأوسط شمال أفريقيا ببرنامج مختلف عن برنامج الجهر، ممكن يكونوا متشجعين اكثر يطلعوا ويطرحوا افكارهم. اهلا وسهلا بالجميع يعني. على كل حال، في انتظار اخونا مكي ماوس. استاذ جان، هل اوقفت حلقات الاتجاه المشاكس؟ بصراحه اتجاه المشاكس ما في مشاكسين، المشكله مكي ماوس، ما في مشاكسين اخوي، المشاكسين المسلمين ما في يعني. انا بعتوا لي جماعه كربلاء بعتوا لي اخ محمد، اظن محمد مون، بعت لي انه تعا احضر عنا بالروم وما بعرف شو. انا اصلا لا احضر رومات، يعني لا احضر رومات مغلقه، انا هون على الهواء مباشره امام الناس جميعا، اللي حابب يجي والصوت وصورة، غير هيك لا أحضر يعني. ف
يعني المشكله في المسلمين، المشكله في المسلمين هن اللي ما بدهم، خايفين. وشفنا اخر واحد كان يعني اثنين اجونا بالمناظرين، كان دكتور طه، شفتوه انتو مع الدكتور جورج، وهداك تحسين مع ليس، يعني شفتوا موجود الحلقه وشفتوا المناظره. يعني السيد تحسين طلع لي بالاعجاز النفساني، في اعجاز نفساني، وسيد طه هذاك شفته. يعني للاسف ما في يعني منافسين مسلمين، ما في. طيب انا راح ابعث له، ما وصلوا شيء بصراحه، ما بعرف شو القصه. يعني اتمنى، اتمنى يكون معنا قريبا. اتمنى يكون معنا قريبا اخونا امين. امين امين على السريع يا امين. واذا ما في امين راح ناخذ شوي من حبايبنا المسلمين نناقشهم حسب تعليقاتهم على اليوتيوب عنا هون، ونشوف حبايبنا المسلمين شو رأيهم فينا وشو تفكيرهم فينا. على كل، أنا راح أروح على التعليقات ونشوف آخر التعليقات الإسلامية على قناتنا الفذة. طبعا في اخ اسمه احمد حمدي بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واحدا، واشهد ان محمدا رسول الله. شوفوا على الديباجه. رجع كاتب لي الأخ أحمد حمدي، اقرأ الإعجاز في القرآن يا جاهل، وإن استطعت أن تأتي بأي آية من مثله فأثبت لنا ذلك. واحد أريد الأردن كاتب طبعا على مقابلة أخونا خلف، كذاب نجس، اللهم أزد عجائب قدرتك، أرنا عجائب قدرتك بهذا الكافر. يعني لازم يفرق، يعني الله تحت أمره، أرنا عجائب قدرتك بهذا الكافر. طيب محمد جبور، الملحد لا يؤمن بالله لأنه لا يراه. طيب أرنا عقلك كي نصدق أنك عاقل، على اساس يعني عم بتفلسف جبور يا فندي، على اساس جبور يا فندي عم تتفلسف. يعني ارينا عقلك، انت ارينا عقلك، يعني شو هو العقل اصلا؟ ما هو العقل؟ هل عندك تعريف للعقل؟ اذا عم تحكي على الدماغ بكل سهوله اريك دماغي ودماغ اللي خلفوني كمان، ما في مشكله، حطها تحت ال الاكس راي وبتشوف دماغي، يعني بكل بساطه دماغ مبين، وشفنا ادمغه الناس كلها بدون اي مشكله. بس اي عندك تعريف للعقل؟ شو هو العقل؟ يعني فلسفه فاضيه، فلسفه لا يعني، يعني شو واحد يحكي عليها؟ فلسفه ما لها قيمه نهائيا، ولا جنس القيمه مالها.
أرنا عقلك، حكي فاضي، هذا الشاطرين فيه أصلا. البعرة تدل على البعير والبطيخة تدل على المسير، وهالحكي الفاضي مثل الببغاوات بيرددوه بدون أي يعني وازع أنك تشغل عقلك وتشتغل وتفكر. يعني هالكلمة هاي أنا سمعانا من أستاذ الديانة، كنا صف تاسع اللي رسبت فيها وتركت المدرسة، هذا كنا صف تاسع، رسبت بالتاسع وتركت المدرسة. دخل أستاذ ديانة شايل على أساس كتب ومثقف وما بعرف شو، كان عم بحكي عن الملحدين، فعم بحكي للطلاب وأنا واحد منهم، وأنا هداك الوقت يعني كنت ملحد، ولكن شو بدك تحكي قدام بالصف وقدام أستاذ ديانة، يعني المفروض عليك غصب عنك جاي عم بيقول والله المسلم قال له للملحد إذا في عندك عقل أريني عقلك، يعني مثل الببغاوات هالكلمتين حفظانينهم جيل عن جيل بتوارثة بدون ما يفكروا فيها. شو هو العقل؟ هل العقل شيء ملموس أصلا؟ في عندك الدماغ، الدماغ كل الناس بتشوف الأدمغة تبعتها ما في أي مشكلة، يعني تروح على أي جهاز إكس راي هذا تبع الأشعة ممكن يطلعوا لك تصوير طولي وعرضي وفوقي وتحتي وكله، وتحت الأشعة الحمراء وفوق الأشعة الحمراء وكل الأشعات ممكن يطلعوا لك صورة لدماغك. بس العقل شو هو تعريف العقل؟ هو الوعي. هل الوعي مدرك والشيء ملموس حتى تراه أو لا ترى؟ طيب نحن رح نعملها يظهر الأخ أخونا غير متمكن أنه يدخل معنا، أخونا أمين، ونتمنى نرجع نعمل معه حلقة بعدين بس يضبط أموره. الأخي مكي ماوس عم بيقول عندي سؤال يا جان، هل تعتقد أن شيوخ ورجال الدين يعلمون بأن الدين كذب؟ بصراحة الأغلبية لازم يكون يعرف، يعني الأغلبية، لأنه كل من يدرس الدين يا أما بده يصير داعشي يا أما يترك، يعني يترك الدين. فالأغلبية الساحقة اللي بتركوا الدين، بس رجال الدين ذات نفسهم بيعرفوا أنه كل هالخبصة هاي خبيصة كلها مهلبية. بس رجل مثل العريفي، يعني هل تتوقع مثلا يترك كل هالميزات هاي ويجي يعلن إلحاده مثلا يقول أنا ملحد، أو يترك ويقعد ببيته لا شغل ولا عمل، درس عمره كله بالشريعة؟ يعني هالميزات هاي المحاضرة بياخد عليها ديك الحسبة، بس أذكار الصباح ببعثهم على المسج للعالم طالع منه ملايين، يعني عنده كم مليون مشترك في قناته في تويتر ولا في الفيسبوك، وكل هذا فلوس يعني بسيمونه. حلقات التلفزيونية هاي كلها فلوس، هاي كلها مصاري. مثل القرضاوي الكتب اللي بيعها، بس يعني القرضاوي قاعد بس هيك عم بيكتب دم 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 كل نهار عم طالع كتاب، ما كله بمصاري، هذا عم بياخذ حقه فلوس. مثل هدول الكلاب تبعات الاعجاز العلمي بهاليل هدول، يعني الأغلبية الساحقة بيعرف، بس قليلين منهم اللي بيشتغل ضميره وبترك بيمشي، مثل أخونا خلف، مثل أحمد حرقان، قليلين منهم بيشتغل ضميرهم وبترك وبيمشي يعني. بس الأغلبية ما في ضمير، يعني أشخاص عاديين ما في ضمير، إلا خليني أستفيد والموجة راكبة راكبة ليش لا يعني. هذا رأيي الشخصي، ما بعرف إذا في آراء أخرى. آه
اختراعات وابداعات، هل تؤمن بالتطور؟ طبعا اؤمن بالتطور، مو اؤمن بالتطور، مسألة ليست ايمان. التطور، نظرية التطور او التطور صار شيء واقعي بدون، مثل نظرية الجاذبية. يعني لا محتاجة اؤمن فيها، ولا محتاجة مين ينكرها، ولا نكرناها او اثبتناها او امنا فيها، هي موجودة. موجودة التطور، حاصل وعليه ملايين البراهين. يعني ما في جامعة في العالم، إن كانت غربية أو شرقية، ترفض نظرية التطور أو تقول عنها مثلا باطلة، لأنه عليها من، يعني من هند، من عندك، من 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 الجينات إلى كل. طيب خلينا ناخذ اتصال من رزقانة. أوكي رزقانة. طيب ناخذ اتصال من أمين. أمين، أخ كمان أمين راح. يعني شو قصتكم يا جماعة؟ تصلوا سوا. طيب خلينا نشوف أمين عبر اتصال اتصال سكايب. أمين. مرحبا جان. مرحبا. أمين، مرحبا. أهلا وسهلا فيك أمين. أنا متأسف وأكثر من متأسف حقيقة لم أفهم المشكلة. معناها كنت نحب معناها باش نتكلم، وكنت معناها نستنى في الحلقة بأكثر معرس، معناها أكثر من نستنى، معناها عندي 3 أيام ولا 4 أيام وأنا نستنى في الحلقة. اليوم حبيت معناها فهمتني نجري الحلقة اليوم، وحضرت معناها حاجات نحب نقولهم، وعندي برشا معناها حاجات في مخي نحب نقولهم واللي متأثر بهم. حقيقة لم أفهم معناها المشكل، ما لم أفهم، بالرغم اللي أجرينا تجربة معناها منذ أكثر من نحن في نفس الموقع معناها غريبة. حقيقة لم أفهم المشكل، صدقني لم أفهم المشكل، متأسف كثيرا، متأسف جدا 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 معناها حق. على كل حال ولا يهمك، نحن لأنه الله ما في مجال نسوي تجارب. أنا ممكن أتصل فيك بعدين ونسوي تجارب ونعمل، نحدد موعد آخر لحلقة أخرى. يعني هذا بنقدر نعمله. بس على كل، يعني بصراحة، يعني أنا كمان ما بعرف شو صار. يعني غريبة جان، معني عم أجرينا تجربة معني فهمتني منذ 3 أيام، وكانت الأمور على العال، الصوت مسموع والإنترنت شغالة وما فما حتى مشكلة. غريبة معناها اليوم بالذات، وأنا معناها تلزيت كون الوقت زربني شوية، حبيت نخلط في آخر وقت مع الوقت المحدد. أكثر من رابط بعثت لي، أكثر من رابط، يمكن 3 ولا 4 روابط، ودخلت معني على روابط كله، لم يشتغل ولا واحد لم يشتغل. غريبة معناها، صدقني أنا مستغرب جدا معناها. ولا يهمك. متهيأ باش نحكي، ويمكن برشا قالوا لي لا مسيب عليك ومن تونس وباش تحكي وباش تتكلم ويمكن تصير لك مشاكل. هذا كل ما كانش يعنيني، ما عنديش مشكل. أنا بالنسبة لي قناعاتي هي قناعاتي، كنت في مخي معناها اللي كونه يلزم تتكلم ويلزم تحكي باللي أنت مؤمن به، هذا اللي في بالي معناها، ما عنديش مشكل. وكنت مستعد للكلام، مستعد باش نحكي على تجربتي، مستعد باش نحكي على اللي أنا مقتنع به، معناها باش نحكي للأصدقاء ويمكن أكثر من 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 20 ولا 30 صديق كانوا في بالهم اللي أنا باش نكون اليوم موجود في البرنامج، وكانوا يستنوا، وأكثر من ميساجات وصلوني، وأين أنت أين أنت، أنا موجود. ما الله معناها كما نقولوا، هاي من دعوات الصلاعمة عليك، يعني من دعوات الصلاعمة يا جان، أثرت لي أنا اليوم بصراحة. أنا مستغرب جدا معني، مستغرب لماذا لم يشتغل ولا رابط من الروابط اللي بعثتهم، لم يشتغل ولا واحد. أنا حقيقة أعتذر معني حقيقة الأصدقاء اللي كانوا ينتظروا معني باش نكون موجود، أنا حقيقة أعتذر
ولا يهمك. مش ليس مني، معناها انا حبيت نكون موجود واعتذر لك انت واعتذر لكل الاصدقاء. ولا يهمك ولا يهمك. على كل انا اشكرك اخوي امين، ويعني مثل ما بقولوا ملحوقه وخيره بغيره، وراح نعمل حلقه اكيد سوا، بس راح نتاكد من التجربه اكثر من مره. المره لازم يعني اشكرك امين، اشكرك جزيل الشكر. شكرا شكرا يا جان، واكيد سنعاود الاتصال وسنعاود فهمتني التجربه مره اخرى، ومصر على المشاركه. انا مصر على المشاركه ولن اتنازل حقيقه، اعتذر لك. ولا يهمك ولا يهمك، وسنعاود الحلقه ان شاء بكل الله. تأكيد بكل تاكيد، جلده الحنفيه ان شاء الله، جلده الحنفيه. لو تركونا المسلمون ولا تركوا دعائهم، يعني ربما يؤثر فينا ولا ندري. لن يؤثر فينا، لا تخاف، نحن اهل العلم وهم اهل الخرافه، يعني هي هي القصه. اكيد اشكرك امين، اشكرك جزيل الشكر. شكرا مجددا. ولا يهمك. طيب الاخت نسرين بعثت لي صوره الايفون، عم تقول الايفون وما ادراك ما الايفون، والبطاري المشحون، ان يرد الله يهلك بطارياتكم فما انتم متكلمون، افنعمة الله لا تشكرون. انا انزلنا على بني ادم الواتساب ليكلموا بعضهم بعضا افلا يذكرون. على كل ما اشكرك اختي نسرين على مثل ما بقولوا تذكرة هاي الجميلة. طيب أنا راح أتصل بأختنا رزقانة، كانت حابة تسوي مشاركة. رزقانة يا ريت بس تردي علينا. رزقانة يظهر في عندك كمان مشكلة، شو القصة يا رزقانة؟ طيب طيب انا في انتظارك رزقانة. اوكي رزقانة، اهلا وسهلا رزقانة. مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، كيفك؟ تمام، انت كيفك؟ كيف ضيوفك؟ ضيفي ما قدر يدخل للاسف، يعني ضيفي اليوم شوي يظهر، دعوات اخوتنا المسلمين جابت نتيجه، يعني دعوات صلع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. جان شو موضوع اليوم؟ والله ما بعرف شو موضوع اليوم صراحة. يعني هو ما كان في ضيف عنا، وعلى أساس يحكي تجربته عن الدين. تجربة الحاد. أيوة. صراحة أقول لك أنا ملحدة 100%. بس ما بعرف يعني شو أقول لك، يعني أنا بوضع في ظروفي الحوالي ما أقدر أجهر الحادي على بالعلن مثل ما تقول. أكيد رزقانة، أنا قد مو خوفا طبعا، شوي في خوف، شيء قليل، لأنه تعرف نحن المسلمين بشكل عام همجيين بشكل عام وين ما كان. رزقانة أنا بدي أسألك، رزقانة بدي أسألك، يعني اليوم أصدقائنا أهالينا المسلمين للأسف الشديد يعني بيدخلوا أنه مثل الببغاوات بحكوا بدون ما يقدموا أي شيء ولا يسمحوا لعقلهم يفكر، يعني بيجي بقول لك التطور غلط. طيب أنت درست شيء التطور؟ فكرت شيء شو هو التطور أصلاً؟ شو كيف بتحللي هالعقلية هاي رزقانة؟ ما بعرف يا جان، كل عقول الإنسان ما بعرف، عقول الإنسان ما في، يعني ما بعرف، الإنسان كل واحد عقله شكل، يعني صعب جدا تدخل بعقول الإنسان وتشرح له كل شيء، عرفت شلون؟ إلا الإنسان اللي شوي عنده يعني يآمن بالعلم ومفتح شوي يمكن يصل للحقيقة، بس بشكل عام ما في حدا بيصل للحقيقة. يعني أنا من جهتي ما بقدر يعني أعلن الحادي 100% بشكل علني، لأنه أنا عايشة بمجتمع، ولو أنا بأوروبا عايشة، بس مع هيك في بحكم ظروف عملي
يعني اخواتي الشباب طبعاً والبنات طبعاً. يعني في لي اخوه شباب يقولوا نحن بنعرف هذا الشيء، بنعرف في شغلات مو كويسه، بس انه انت شو راح تستفادي؟ شو راح تستفادي؟ تعال حكيتي مع فلان وعلان وما بعرف ايش، كل واحد لما بتحكي معه بيبتعد عنك، بيبتعد ما بعرف كم كيلو متر بيبتعد عنك، بيفكر انه انت صحيح. انسان مو كويس، عرفت شلون؟ بالضبط بالضبط، للاسف يعني بشيء مخجل. ما اعلنت كمان يعني مو بفضلك وبفضل غيرك اللي اعلنوا، كمان ما بتوقف وقفه لتشوف يعني تراجع نفسك، صح ولا لا؟ لو ما كان في هالبرامج اللي الحاد او برامج اللي ضد الاسلام يمكن عمرك كله يروح وتموت تروح على القبر وما يعني راجعت نفسك، عرفت شلون؟ يعني انا بيوم من الايام ما راجعت نفسي، انه هذا انا ليش ما كنت براجع نفسي؟ لانه كنت على طول بآمن انه في بالاخص بالاسلام، لانه انا مسلمه كنت بآمن انه يضع الله شو بيقول، والله نسيت شو يضع الله سره في اضعف خلقي، سره في اضعف خلقي، عرفت شلون؟ كنت بقول يعني ممكن لانه العرب شلون، مع احترامي للناس الواعيين العرب شلون شوي مش كثير متطورين، ممكن وضع الله سره في اضعف خلقي، عرفت شلون؟ ما كنت بوقف يعني وقفة عقلية، وقفة دراسية، وقفة انه شو هذا، شو هاي الآية، شو هاي، شو بيقصد، شو سيرة صحيح. الأنبياء، ما نهائيا ما كنت بوقف نهائيا، ما كان كثير إلي ضروري، لأنه أنا شوي قوميتي كانت متغلبة على الدين، عرفت شلون؟ ما كنت متشددة. هو هو عند الكراد بتلاقي ضد الاسلام، صرت تقول اوكي بدي وقف شوي، بدرس شوي شو هذا الدين اللي انا وراثه بالوراثه موجود فيها وانا بنتمي فيها، شو هذا الدين؟ لما درسته واكتشفته بصراحه انصدمت كثير كثير بديني. وبعدين لما درست تكوين الخلق وتكوين كل شيء، يعني ولو انه شوي المسيحية شوي يعني شوي ارحم في الوقت الحالي طبعا، بالضبط شوي يعني بيعلم المحبة وبيعلم الشغلات شوي يعني احسن، مع هيك زي شفت فيه نحن مو بحاجة للخرافات، صحيح نحن في وقت لازم نشد الحزام ونفكر بس بالعلم ونفكر بالتطور ونشيل الخرافات ونشيل الخوف. ليش أنا راح أعيش بالخوف؟ ليش راح أعيش بالخوف إذا أنا ما بعرف شو أقول لك؟ والله العظيم نسيت شو أقول لك. ولا يعني يهمك، ليش حياتي كله راح يكون خوف؟ ما دخلت بجر اليمين ما بعرف شو، ما دخلت بجر اليسار شو راح يصير فيني؟ ليش هاي الخرافات؟ كل دين له خرافة. هو رزقانا بتعرفي، رزقانا هو المشكلة الحقيقة، حقيقة 100%. وصلت انه نحن عايشين بهالدنيا لازم نعيش كل لحظة بلحظة، نعيش بحب ومحبة وسلام، ونشيل العنصرية ونشيل الخرافات، ونعيش يعني نشتغل بجد، سواء دراسة سواء عمل لازم نشتغل بجد، ونعيش يعني يومنا بيومنا، نفرح بأكلنا، نفرح بلباسنا، نفرح بيوميتنا، نفرح بنقاشنا، نفرح بنومنا، عشان نشوف أحلام حلوة ما نشوف كوابيس، عرفت شلون؟ صحيح صحيح صحيح. الصعب صعب يا جان، يا أخي جان، صعب صعب، حتى من ملتك، حتى من إخوانك، صعب صعب تفهمهم هذا الشيء. بيقولوا لي اخواني، تعرف شو يقولوا لي اخواني؟ تفضل. بيقولوا لي اوكي بفهم عليكي هدول اللي بالاسلام اللي بيسووا، بس انت شوفي امك شلون كانت تصلي، امك شلون كانت يعني بتوعيكي على، امك كانت بتقول لك شغلات مو كويسه؟ بقول لا، امي ما كانت تقول لي شغلات مو كويسه. قل اوكي انت امني بالشغلات الكويسه، لا تامني بشغلات مو كويسه، بس امي كانت اميه، امي ما بتعرف انا
متأكدة 100% لو أمي دارسة